المهندس عنمار الخصاوني، أسعد الله صباحك. صباح الفل يا سيدي، يعطيكم العافية. الله يعافيك طول عمرك. يعني موضوع تأخر تساقط الأمطار قد يعطيكم أيام إضافية إذا تحدثنا عن متابعة الجاهزية. الجاهزية عالية كما أعلمتني خلال يعني الأيام الماضية على مستوى مديريات أشغال المملكة بأكملها ومحافظات المملكة بأكملها. يا سيدي، أول شغلة الحمد لله، ونتمنى أنه يتساقط الأمطار وتتساقط الثلوج على هذا البلد الطيب. بخصوص جاهزية الوزارة لهذا الموضوع، أنت كما تعرف وكافة المشاهدين أن وزارة الأشغال معتادة على هذا الموضوع من سنوات طويلة. طبعا يوجد خطة لهذه الوزارة تتمثل بثلاث محاور. المحور الأول اللي هو من خلال آليات وأجهزة الوزارة المتعددة وب 12 محافظة، وتتمثل ب 85 فرقة جاهزة لأي ظرف طارئ في المملكة. المحور الثاني اللي هو من خلال عطاءات مع القطاع الخاص، اللي هي عطاءات الصيانة الروتينية، 14 عطاء صيانة روتينية في 14 محافظة أيضا، وبطول حوالي 1500 كيلو متر لطرق رئيسية وثانوية اللي هي تربط مراكز المحافظات مع العاصمة أو مراكز المحافظات مع مراكز المحافظات الأخرى. فزائد المحور الثالث اللي هو من خلال استئجار آليات من القطاع الخاص ومشاركة أيضا القطاع الخاص بدون مقابل، وهذا حقيقة لمسناه إذا لاحظت في خاصة في العام الماضي، وكان في مشاركة فعالة من القطاع الخاص، والحمد لله ما كان في أي مشكلة، وكان في تضافر للجهود أيضا من كافة المؤسسات الأخرى سواء أمانة العاصمة والبلدية. فهذا ما تعمل عليه وزارة الأشغال من خطة. جميل. مهندس أنمار، خلال الأسابيع الماضية ترأس دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مجلس الدفاع المدني الأعلى، والذي يضم المؤسسات ذات العلاقة، لم نعددها يعني بأكملها، لكن كان حديثه واضح تماما، لم يتحدث بالعاطفة، تحدث بالمنطق وتحدث بعلم حقيقي ومن خلال خطط واضحة تماما. إذا تعلق الموضوع بالبنية التحتية فيجب أن تقدم هناك دراسات مسبقة لموضوع البنية التحتية لرفع سويتها بمواقع يتم رصدها من خلال الكشف على واقع الحال، على سبيل المثال من خلال مواقع رصدتها وزارة الأشغال على سبيل المثال بسنوات ماضية وتم تدوينها، وما تحتاجه على من عبارات، من آليات، من تعزيز أسطول، من تنسيق على سبيل المثال. لكن إذا كان الموضوع هو يدور حول موضوع الإهمال أو القصور، ما لن أتحدث بالإهمال، القصور، فهذا غير مقبول وستكون هناك محاسبة. ما تحدث به دولة الرئيس كان واقعيا تماما، و يعني التغذية الراجعة من قبل المواطن كانت إيجابية عندما استمع إلى هذا الحديث، وكان هناك إشادة بخطة يعني طموحة قدمت أيضا من أمانة عمان الكبرى بهذا الشأن. أيضا سيدي، هو تم تقديم خطط أثناء الاجتماع مع دولة الرئيس في 30/10 من هذا العام، وحقيقة كان في له توجيهات مهمة ورئيسية وتم الأخذ فيها، ولكافة المؤسسات المعنية وبالذات وزارة الأشغال العامة والإسكان. حقيقة احنا في كل عام نبادر مبكرا بموضوع تنظيف كافة القنوات، تصريف المياه اللي بجانب الطرق، زائد العبارات اللي ممكن انها تغلق وتعمل مشاكل على كافة الطرق. احيانا بيكون في مشاكل من ليس من نفس وزارة الأشغال إلا من بعض الجهات الأخرى، بيكون في مناطق نظمت حديثا، تم
إنشاء أبنية فيها، وهي بتكون في مجاري السيول والأودية. في مجاري السيول والأودية كما تم في الأغوار الشمالية العام الماضي. سبقتني أنا كنت راح أرجع عليها بالمناسبة. فحقيقة هاي اللي كانت المعاناة الكبيرة أثناء العام الماضي اللي أرهقت معظم الأجهزة المعنية بهذا الخصوص. كبنية تحتية كطرق، حقيقة معظم الطرق منشأة بمواصفات عالية ومأخوذ بعين الاعتبار كافة أمور تصريف المياه اللي على جوانب الطرق أو الأودي اللي بتقطع هذه الطرق. بس زي ما حكيت لك أحيانا في مناطق تنمى حديثا بيصير فيها تنظيم جديد. لم يراعى موضوع مواقع اللي هو الأودي اللي موجودة في هذا. أليس بالأصل إذا تحدثنا عن التنظيم أن يتم العمل على موضوع البنية التحتية مسبقا ومن ثم يأتي البناء والرقعة الخرسانية على سبيل المثال؟ يعني لا أعلم من يسبق من، يفترض التنظيم يسبق موضوع البناء والإنشاء. هنا من وجهة نظرك من خلال خبرتك من يتحمل يعني هذه المسؤولية؟ حقيقة هو التنظيم يجب أن يكون في البداية، ويجب أن تبنى البنية التحتية قبل الإنشاء. للأسف إحنا بيتم الإنشاء وبعدها بلحقها الخدمات أو كما الأخرى يقال بالعامية الحق يعني يا تنظيم. حقيقة هو الحق يا تنظيم. بدناش يعني نحط اللوم على يعني بعض المؤسسات الأخرى اللي بتنظم أو البلديات، مرات كمان بحكمها إمكانات وأمور مالية أخرى. لكن يجب على الجميع أن يتحمل مسؤولياته. يعني هو لازم يكون في إلها ضبط بطريقة ما بحيث أنه يكون حقيقة صحيح هذا الحكي. نتحدث الآن عن محافظات الجنوب مهندس أنمار، أيضا تحديدا بتساقط الثلوج. يعني بعض المحافظات كانت تعاني من عدم وجود كوادر وآليات على وجه التحديد بشكل كافي لفتح الطرقات. لن أتحدث عن الطرقات الفرعية، سأتحدث عن المسارات الرئيسة التي تربط يعني مركز المدينة بالألوية على سبيل المثال وبالقرى. نتحدث عن مرافق عامة يجب أن تؤمن، مراكز صحية، مستشفيات، مخابز على سبيل المثال. استمعنا يعني خلال الأعوام الماضية إلى مناشدات حقيقة، وكانوا النشامة دائما حاضرين بتوجيهات جلالة الملك قوات المسلحة الباسلة وأيضا مجالس الخدمات. يعني أنا بدي أكون منصف بنفس الوقت، لكن أين تكمن المشكلة؟ يعني تتكرر في بعض الأعوام يعني بعض الملاحظات ونشاهدها. من وجهة نظرك يعني أين أو أين المشكلة تكمن؟ سيدي أنا يعني بحكي بما يخص وزارة الأشغال من حيث الطرق الرئيسية والثانوية والقروية اللي هي بتربط زي ما حكينا سابقا أنه اللي هي مع مركز العاصمة أو مع المحافظات مع بعضها أو بين مركز المحافظة والألوية أو القرى الأخرى. حقيقة احنا لم يكن هناك المشاكل العظيمة والكبيرة بما يخص وزارة الأشغال، على العكس احنا يعني معظم أجهزتنا تعمل طيلة النهار وجزء من الليل أثناء فترات العواصف الثلجية وبتساهم أيضا وبتساعد في بعد ما تكتمل أمور وأعمال الطرق اللي خاصة في وزارة الأشغال بتساهم مع البلديات، وبتم فتح أي طرق كمان مع البلديات بحاجة إلها ضرورية، وزائد بتساعد أيضا مع شركات الكهرباء والقطاع الخاص إذا احتاج أي خدمات بحيث ما يتم أو إذا حصل أي انقطاع للتيار الكهربائي أو للاتصالات. أيضا بنساهم وبنساعد في فتح الطرق الخاصة لإيصال الفرق المعنية لإتمام موقع الخلل. ف يعني ما قل وما ندر كان يكون في إشكالات أو في ملاحظات بما يخص وزارة الأشغال يعني بوزارة الأشغال حتى في الجنوب. يعني إحنا أعطينا صلاحيات لكافة مدراء الأشغال بكافة الملاحظات بكافة الصلاحيات بحيث أي حاجة لاستئجار آليات من القطاع الخاص يستأجروا بكل أريحية وبكل ما يحتاجوا له من آليات. فزائد بأمانة كان في للقطاع الخاص دور كبير في العام الماضي بالتحديد، وأيضا كافة الجهات المعنية سواء الأمانة أو البلديات كان في تضافر جهود حقيقة أدى إلى عدم سماع أي ملاحظات كما كان يتم سابقا.
وكان في تنظيم للعمل وعدم تضارب في مواقع العمل. ففي السنوات أنا يعني متابع من فترة طويلة لهذا الموضوع، السنوات الأخيرة الثلاثة أو الأربعة كل سنة كان يتحسن الأداء أكثر من السنة اللي قبلها، ونأخذ بعين الاعتبار ما كان يتم من ملاحظات، لأنه في نهاية كل موسم يجب أن يكون هناك مرحلة تقييم تقرير، ونعمل تقييم لما تم أثناء هذا الموسم، ونتجاوز كل الملاحظات اللي كانت أو كنا نوقع فيها أو نلاحظها فكان يتم تعديلها. يعني هذا يندرج تحت مسمى الدروس المستفادة إن وجدت ومرحلة التقييم. حبينا يكون في إضاءة صباحية للحديث عن الجاهزية، ومن خلال الربط يعني لم نبتعد كثيرا عن الحالة الجوية، يعني ذهبنا بشكل مباشر بأولى فقراتنا من خلالك عطوفة المهندس أنمار الخصاونة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان. نتمنى لكم التوفيق دائما وأبدا، والمواطن ينتظر منكم الكثير، لكن لن نضع الكرة فقط بملعب يعني الوزارات ذات العلاقة، نحن أيضا بحاجة إلى وعي مجتمعي للتعامل مع الظروف الجوية باستعمال المركبة، بموضوع الأجسام المعدنية على سبيل المثال المتطايرة، بموضوع التدفئة المنزلية وتهوية المنازل، الجميع يتحمل المسؤولية، لكن نتحدث من باب تعظيم الإنجاز وأيضا لنسلط الضوء على جاهزيتكم. وكان مجددا دولة الرئيس واضح تماما بموضوع التنسيق المشترك من خلال المؤسسات والوزارات ذات العلاقة بهذا الشأن، وأن نبتعد عن العمل بالقطعة، نريد عمل مؤسسي مؤطر منهجي، ونتمنى ذلك، وثقتنا بكم عالية بإذن الله تعالى. أشكر موصول لك باش مهندس، وأشكرك لتلبية الدعوة الكريمة. لا بالعكس، حياكم الله، وإحنا جاهزين لأي ملاحظة وأي خدمة. كل شكر لك سيدي. أحبتنا فاصل قصير ونواصل معكم، فابقوا معنا.